نعم، قبل قليل انطلقت ورشات عمل مؤتمر دبي للرياضة والسلام. هذا المؤتمر الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط على مدى يومين 23 و 24 أبريل، يتناول اليوم ثلاث ورش عمل، وسيكون الافتتاح الرسمي في 8 مساء من هذا اليوم. ينضم لي الآن قبل دخولها لورشة عملها التي تحمل عنوان رصد التحديات سفيرة مؤسسة السلام والرياضة العالمية السباحة الأولمبية رانيا علواني. مرحبا بك في سكاي نيوز العربية. رانيا، تحدثينا عن الجلسة التي ستتحدثين فيها. احنا الحقيقة هنتكلم عن التحديات اللي بيواجهها الرياضيين والمجتمع الرياضي في ظروفنا وفي أوقاتنا الحالية وفي ظروف اللي بتمر بيها بلادنا. التحديات في منها كتير جدا متواجد بين كل البلاد ومشترك، في تحديات خاصة طبعا للمنطقة اللي احنا متواجدين فيها وللكالتشر أو الثقافة اللي احنا موجودين فيها. بس برضو أحب يعني أبارك لك على فوزك بالجائزة، وده تحدي من التحديات إن احنا نشوف فعلا المرأة العربية متفوقة في مدار الرياضة المجالات المختلفة، فأحب أبارك لك برضو. وجود هذا المؤتمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط ماذا يعني؟ الحقيقة ده يعني ان هم فعلا بيقدروا أهمية السلام في المنطقة بتاعتنا. احنا السلام سهل جدا ان احنا نتكلم عنه من خلال الرياضة، لان الرياضة فعلا البلاتفورم او المجال الوحيد اللي الناس بتتفق فيه قبل ما يختلفوا. بيحصل اختلافات ممكن في وجهات النظر، لكن من خلال الرياضة بتقدروا توصلوا الى تفاهم اكثر. وجود مؤتمر السلام من خلال الرياضة في دبي او في الشرق الاوسط عامة متهيألي بيدي أهمية لينا للشرق الاوسط، بيدي صورة عن انطباع العالم ان احنا فعلا بؤرة مهمة لانطلاق المشاريع المختلفة للسلام. ما أهم الأدوار الذي يقوم بها سفير السلام والرياضة؟ الحقيقة احنا أهم أدوار لنا هو نشر المفهوم، يعني ايه الرياضة تقدر توصل الى سلام، يعني ايه ان احنا الرياضة تخلي في خلافات كتير بتحصل بين بلاد وما بيحلهاش غير مباراة كرة قدم، مباراة ودية بين فريقين على حدود بلاد يمكن بتكون ساعات الحدود دي فيها خلافات كبيرة جدا. مهمتنا بتبقى زيارة أماكن مختلفة، التحدث في أماكن مختلفة فيها كونفليكت أو فيها مشاكل خاصة بيها. مهمتنا ان احنا نروج للفكرة، او المهمات الاخرى انك بتحاولي حتى في بلادك تخلقي مشاريع تستفيدي بها من الرياضة من اجل السلام. رانيا علواني، شكرا لك على هذه المقابلة القصيرة وكل التوفيق في شكرا ندى، وانا سعيدة بوجودي معك دايما. شكرا لك. شكرا.